حصل لنا الشرف اليوم تحت إشراف السيد مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي والسيد القائد ديال الجماعة الترابية ديال السيد الذهبي والسيدة الرئيسة ديال الجماعة الترابية السيد الذهبي أننا شاركنا الرئيسة والأعضاء ديال الجماعة الترابية الاجتماع اللي كان الهدف ديالو هو انجاز واحد المجموعه ديال المشاريع اللي غادي تحقق في نطاق الشراكات واللي كانت كتعلق بها المجموعه ديال الميادين منها الصرف الصحي منها النقل المدرسي منها المسالك الطرقيه منها الكهرباء منها الماء الصالح للشرب واحد المجموعه منها الملاعب الرياضيه واحد المجموعه ديال المشاريع اللي غادي تحقق ان شاء الله في نطاق البرنامج التنموي ديال المجلس الاقليمي سواء في نطاق الشراكات او في نطاق التخصص المشترك. اليوم الحمد لله هذا الشق هذا جد مهم وكذلك ما تفوتنيش الفرصه انني اليوم جد فرح. علاش؟ لان في نطاق المهام ديالي اللي كانت واللي الحمد لله انني كنت فخور بها اننا الرئيسه اللي تعتبر اصغر رئيسه الصعيد الاقليمي والصعيد الوطني سنا انه تم استقطاب ديالها انذاك وكنت درت البحث والتنقيب عليها وكانت في العالم القروي كيف ما اليوم الناس كتفتخر بالعمدات المتواجدات في المدن الحضاريه في المغرب في الرباط في الدار البيضاء في مجموعه ديال المدن كنفتخروا اليوم في اقليم سطات اننا عندنا رئيسه شابه اقل سنا من جميع يعني الرئيسات واللي كتواجد في العالم القروي كتدبر واحد المرفق واحد الجماعه ترابيه اللي كتواجد في العالم القروي واللي احنا متاكدين في اطار المساعدات والمؤازره ومن غير اي استهداف ولا من غير اي استغلال استغلوها في شيء لا هذا واجب بصفتنا كاعضاء ديال المجلس الاقليمي اننا في نطاق تشارك اننا نقدموا لها يد المساعده ونخدموا معها في جميع الميادين اللي كتهم المجلس الاقليمي. كنتمنى ان هذه المبادره تليها مبادرات اخرى وكنتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديال الساكنه ديال اقليم سطات. اول حاجه كنشكر السيد الدعلي اللي ساندني وشجعني وعطاني التزكيه باش ترأست نكون انا رئيسة جماعة السيد الذهبي ونسق مع رئيس المجلس الإقليمي وجاو زيارة هو والوفد ديالو اللي زارونا في مركز جماعة السيد الذهبي اللي ناقشنا مجموعة من المشاكل والعراقيل اللي وعدوني انهم غادي يعاونوني ان شاء الله وغادي نحلوها ان شاء الله ونلبيو المتطلبات الساكنة ان شاء الله.